بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، بعد أن خففت الحكومة المحلية من إجراءات حظر التجوال المتخذة بسبب فيروس كورونا، وسمحت الحكومة المحلية بفتح بعض المحال والمناطق السياحية، ما أدى إلى عودة نوع من الحياة في هذه المدينة التي كانت تعج بالحركة والسواح من مختلف أنحاء العراق. بالتأكيد أزمة كورونا أثرت على اقتصاد كردستان، لكن الحياة رجعت طبيعية إلى مجراها، وتستقبل كردستان العراق تستقبل وافدين من جميع المحافظات في كردستان في شمال العراق الحبيب. عادت المرافق السياحية في إقليم كردستان فتح أبوابها أمام الزوار، لكنها اشترطت عليهم تطبيق الإجراءات الصحية بالكامل، وإلا سيحرمون من دخولها. بدأت الحياة تدب تدريجياً في الأماكن السياحية، وتوافد كثير من الزوار إلى المرافق السياحية في إقليم كردستان في الأيام القليلة الماضية، وسط رقابة شديدة من قبل اللجان السياحية التي ألزمت أصحاب تلك الأماكن بتطبيق الإجراءات الصحية. بعد رجوع الحياة إلى طبيعتها، وقرر إقليم كردستان بفتح كافة المصايف زائداً المطاعم زائداً المولات، ورجوع الحياة إلى وضعها الطبيعي. ومثل ما تشوفون حالياً إحنا من مجمع بنك السياحي رجوع العوائل إلى طبيعتها. ورصدت عدسة كاميرا اليوم عودة الحياة إلى شلال جلي علي بيج والمناطق السياحية بعد إغلاق دام 3 أشهر. من أربيل، ماس القيسي، اليوم.